في المانيال هنشوف مكان بيجمع أنواع كتير من الفنون الإسلامية، وهو قصر الأمير محمد علي توفيق ابن الخديوي توفيق وأخو الخديوي عباس حلمي الثاني. الأمير محمد علي توفيق اتولد 1875 وعاش حياته كلها على أمل إن هو هيبقى ملك مصر، وتولى ولاية العهد 3 مرات، ولكن للأسف كل مرة ما كانش بيوصل للعرش وكان بيتبدل ولي العهد في آخر لحظة. كان بيحب الفنون الإسلامية والنباتات والصيد والخيول العربية، وبسبب كده هو بنى المكان ده علشان يجمع فيه كل حاجة بيحبها. وجوه القصر هنشوف أماكن مختلفة زي سراي الاستقبال وسراي الإقامة وسراي العرش، وكمان متحف الصيد والمسجد وبرج الساعة. وأهم حاجة واللي بتدي المكان روح هي الحديقة، واللي كان بيجمع فيها أغلى وأهم أنواع النباتات في العالم كله. ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد. دي كانت حكاية قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل. نتقابل إن شاء الله في حكاية جديدة.